I'm so glad you decided to come in. Dr. Mead, this is the Jen. Mm, yes, I'm the Jen. Ah, very nice to meet you. What do you do? Have you ever tried hypnosis? I want you to concentrate on the light. Find yourself in a beautiful forest. There's no private residence, no employers. The man is basically a ghost. We're missing something. Most of his patients happen to have died from extreme fear. This is Gina. It's Dr. Mead. Get it off of me. Get what off? An idea planted in the mind. I know this place. Will blossom into a whole new reality. You can wake up now. السلام عليكم، معكم قناة سينما وبس. هتكلم معكم النهاردة عن فيلم هيبنوتيك. قصة الفيلم بتتكلم عن بنت اسمها جين بتدعى صاحبتها في حفلة، وهي في وسط الحفلة بتقابل دكتور، فبتكتشف ان هو دكتور نفسي. فبتتكلم مع الدكتور وبيكتشف ان هي لسه خارجة من علاقة فاشلة مع خطيبها. فالدكتور بيكلمها وبيسيب لها الكارت بتاعه، وهي تقعد تفكر كتير هي تروح له او لا. فبعد تفكير طويل قررت انها تروح للدكتور. فهي في وسط الجلسة بيعرض عليها الدكتور علاج جديد. العلاج ده عبارة عن تنويم مغناطيسي. فبعد ساعة من الجلسة بتطلع مش فاكرة اي حاجة في الساعة اللي هي قعدتها، بس هي بتحس بتحسن كبير. وبيعدي 3 شهور وهي رايحة السوبر ماركت، بيجي لها مكالمة من رقم غريب. فبتلاقي نفسها مع حبيبها اللي هو القديم، وكان هيموت بس هي لحقته في آخر لحظة، ومش عارفة هو جه منين ولا جه البيت ازاي. وآخر حاجة فاكراها المكالمة. وبعد أيام بتكتشف إن الدكتور بيتحكم فيها، ومن هنا بتبتدي أحداث الفيلم. الفيلم من بطولة كيت سيجل ودول هيل وجايسون أمارا. الفيلم من إنتاج شركة نتفليكس. الفيلم قصته حلوة وممتعة، بس الفكرة مش جديدة، تقريبا شفناها في كذا فيلم قبل كده، بس ما كانتش التركيز زي اللي في الفيلم ده. هنشوف برضو جين وهي بتحاول بتغلب على الدكتور، بس الفيلم مش أحلى حاجة، والفيلم أحداثه شوية ممتعة. بس كده، وده كل اللي عندنا. ولو عجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه دوس اشتراك ولايك وفعل جرس التنبيه علشان يوصلك كل جديد.